الخلادي الممثل أكشاي كومار يريد أن ينوع ويقول: أريد أن ألعب دور شرير، مغرور، لا يرحم، عديم الأخلاق، أكشن حقيقي وبطل عنيف. الممثلة إيشا غوبتا تستطيع أن تمثل أفلام الأكشن، حيث تقول: تبدو النساء مثيرات عندما يلعبن الأكشن على الشاشة، وهو من النوع المفضل عندي. لقد تعودت على هذه الأفلام وهي شيء أود تجربته. ماليكا شيراوات التي لعبت البطولة في فيلم ديرتي بوليتكس تواجه متاعب شخصية حقيقية، حيث تلقى شقيقها مكالمات تهديد لأنها تشارك في هذا الفيلم. يبدو أن صانعي الفيلم الناجح فيكي دونر يخططون لعمل جزئه الثاني. قام بإنتاج الأصل جون أبراهام، وكان أول فيلم لي أيوشمان كورانا ويامي غوتام. الفيلم سيبدأ العمل به قريباً وسيكون جاهزاً للعرض في 2014. الممثلة تمناه كان أول دور لها في هيماتوالا تقول: كنت سعيدة عندما عرض علي الفيلم ولم أفوت الفرصة، وكنت متحمسة لأنني مشاركة فيه. ساجد خان وأجي ديفغان رائعان.